أسعد الله أوقاتكم. ما هي الأبراج والألوان المناسبة لها؟ إليكم بصورة عامة كل برج واللون المناسب له. برج الجدي، من اليوم 22 من شهر ديسمبر إلى اليوم 19 من شهر يناير. اللون المفضل لبرج الجدي عزيزي برج الجدي، يناسبك كل لون ترابي كالبني والبيج. قد لا يناسبك ارتداء اللون الأحمر. يعتبر اللون الأبيض من الألوان المفضلة لك في أحيان كثيرة. يفضل ارتداء اللون الأسود كل يوم سبت. أخبروني في التعليقات ما هو اللون المفضل لديكم. إذا استفدتم من الفيديو اضغطوا زر الإعجاب واشتركوا بالقناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. وشاركوا الفيديو مع الآخرين ليستفيدوا أيضا. اكتبوا اقتراحاتكم في التعليقات أو على الخاص بحساب التليجرام. لدعم القناة اضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف. أو الرابط الموجود في التعليق المثبت أسفل هذا الفيديو. شكرا للمتابعة ودمتم بخير.